السلام عليكم. يتم حاليا تهيئة منطقة صناعية تعد واحدة من أكبر المناطق الصناعية في الغرب الجزائري، وتقع بالضبط في ولاية عين تيموشنت، منطقة تامزوغا إذن. وكذلك هذه المنطقة الصناعية تتربع على مساحة 230 هكتار، يعني معتبرة، واللي سوف تستقبل مئات المستثمرين في المستقبل القريب جدا. إذا أترككم تتابعون أشغال تاع التهيئة تاع هذه المنطقة الصناعية في منطقة تامزوغا بولاية عين تيموشنت، والسلام عليكم. في ملف الاستثمار، وضمن استراتيجية الدولة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة المناطق الصناعية، أضحت المنطقة الصناعية تامزوغا بولاية عين تيموشنت، والتي تقدر مساحتها ب 205 هكتارات، جاهزة لاستقطاب المستثمرين وتجسيد مشاريعها. المنطقة الصناعية تامزوغا بعين تيموشنت بنسبة 95%، وتزويدها بكل ما يتطلبه الاستثمار من إمكانيات أعطى دفعا قويا للمستثمرين لتجسيد مشاريعهم. إلى حد الساعة تم توزيع حوالي 100 قطعة أرض، منها 10 مشاريع استثمارية اللي دخلت حيز الخدمة، والباقي إن شاء الله في طور الإنجاز. هنا من الأشياء المميزة في هذه المنطقة، أولا أنها استفادت من عملية للتهيئة تقدر ب 350 مليار سنتيم، وبالتالي كانت تقريبا اغلب العمليات المسجله انطلقت، عمليه تعبئه الطرقات، عمليه الخاصه بصرف المياه، صرف الصرف الصحي، خاصه بشبكه المياه الصالحه للشرب، صرف الامطار، صرف مياه الامطار، كذلك بالنسبه للالياف البصريه اللي تعتبر احدى المميزات الخاصه بهذه المنطقه الصناعيه. رانا في مرحله اخيره وهي تسويت الطرقات، كذلك قمنا بتهيئه الحاضره للسيارات. إرساء ما تبقى إلا 5% من الأشغال، منها الربط بالأرياف البصرية وإنهاء من أشغال التهيئة أو مما هي الزفت الطرقات. آفاق واعدة لمستثمرين رفعوا التحدي لتحقيق الإنتاج وتغطية السوق المحلية، خاصة بعد توفير المناخ الملائم للاستثمار واستحداث فرص المساواة بين المستثمرين. في التثمين والتخزين المواد الفلاحية، بدينا في المرحلة الأولى اللي هي التخزين وأيضا تجهيز المواد الفلاحية. كل هذا التجهيزات قمنا بها لكي نستطيع أن ندخل السوق الدولية طبقا للمعايير الصحية المتعامل بها. المنطقة ما شاء الله كل ظروف ملائمة، من نوعية الاستثمار هي الإنتاج كل مواد البناء. الطاقة الإنتاجية 100,000 طن في السنة. منين درنا هذه الشركة؟ باش نشجعوا الإنتاج الوطني ونديروا الصادرات إلى الخارج. الشركة بدأت العمل تاعها في سنة 2021، وبدينا بخمس عمال ورانا نطوروا في الإنتاجية، حد الآن رانا بالغين 55 عامل. وتعد تامزوغا من بين أهم الأقطاب الصناعية على المستوى الوطني من حيث التجهيزات لاستقطاب المستثمرين.